تفهمان شو المشكلة؟ شو ما كانت المشكلة؟ هذا بتموا أبونا، ليكو ملحوش بالمستشفى كذا يوم وتركينه لحاله بهي الحالة. لو ما في شي بيستاهل ما حدا بيتصرف معه هيك، لا أنا ولا أمك. طب بس فهمني شو صاير. سأل أمك. أنا برأيي تسأل أبوك. ما عندي شي أقوله لا هلأ ولا بعدين. من القبل ما كان لي صوت يطلع لحتى انسمع. قلت لي ما رضيت تحكي؟ لا، مشان هيك اجيت اسألك. امك لو بدها ياني حبيبي هاني كانت حكيت. بابا، ماما دائما بدها اياك. تحت امرها. بدها ياني دائما تحت امرها، عرفت؟ 5000 سؤال طالع كلمة تحركت وعشرة آلاف سؤال نازل كلمة تحركت. شو فكرك انت ايه؟ انت واخوك كبرتوا هيك؟ هيك؟ مرق العمر هيك وكبرتوا هيك بس لأنه سنين عم تكرج؟ ما بعرف. لا لازم تعرف لك هاني، لازم تعرف. بس سامر قال لي القصة فيها كرامة ماما. هيك قال لك؟ سامر ما نفهمان الطيخ من البطيخ بابا، صدقني ما نفهمان الطيخ من البطيخ. وكرامتنا أنا وسامر. هاني هذا حكي نسوان، حكي نسوان بابا، والله حكي نسوان. نسوان هيك تنقح عليهم كرامتهم إذا ما عجبهم شيء، لك إذا شعروا وتخربط تنقح عليهم كرامتهم. شو بدك تحكي؟ بابا من شان الله، من شان الله فهمني شو القصة. القصة قصة تفاحة آدم، عرفت شو القصة؟ تفاحة آدم، تعرف تفاحة آدم؟ يا حري أختها التفاحة اللي ما كانت تخلص ولا كان يتربى آدم من حواء فعيل حواء. لك الله قايل إنك كيدهن عظيم، الله سبحانه وتعالى. روح سأل لأمك هلا، روح سأل لأمتى تدخليني هون بهالبيت. صحيح، بيت مين ها؟ هذا البيت المفروض انه بيتك وبيت اخوك سامر، هيك انا حاطه بالورطة يعني. مسيك بابا. خلص خود خليهم معك، خذهم هدول، جبنا هيك شي ناكلهم وياك بسرعة. يلا بيتزا، شوي تفريج، اي شي. بس هدول كتار. لك لا كتار ولا شيء، خلاص انت تصرف شو بدك. انت بيلزموك بابا، بيلزموك هدول مصاري، مو بس فيك تشتري فيهم لكن فيك تشتري فيهم الناس اذا بدك حطها هي براسك. يلا يلا. Mm-hmm.